تحية طيبة لكم أعزائنا المشاهدين، وأهلا بكم إلى هذه المتابعة الإخبارية المباشرة لآخر التطورات التي تجري في المنطقة الخضراء وفي العاصمة بغداد بعد اقتحام أنصار التيار الصدري لمبنى البرلمان والتداعيات التي رافقت هذه الأحداث والصراع السياسي الدائر هناك. معنا في هذه المتابعة الإخبارية المستمرة في الأستوديو الباحث في الشأن العراقي السيد شاهو القرداغي، مرحبا بك معنا. مرحبا، تحياتي لك. كما نرحب معنا عبر الأقمار من إسطنبول بالكاتب والباحث السياسي الأستاذ مجاهد الطائي، مرحبا بك معنا. حياكم الله. وعبر سكايب نرحب بعضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي الأستاذ عبد القادر النائل، مرحبا بك سيد عبد القادر. أهلا وسهلا بك وبالضيوف الكرام، حياكم الله جميعا. واسمحوا لي أن أبدأ مع ضيفي في الأستوديو السيد شاهو. يبدو واضحا من خلال هذا الصراع المحتدم الآن أنه لا يوجد طرف حريص على المصلحة العراقية الوطنية، إنما كل طرف يحرص على ما يبدو من خلال ما تفضل به المراقبون والباحثون اليوم، يحرص على مصلحته السياسية الخاصة ولتذهب البلاد إلى حيث تذهب، لا أحد يفكر في ذلك. تحياتي لكم وللمشاهدين الكرام والضيوف الأعزاء. حقا هذا الأمر من اليوم الأول لانتهاء الانتخابات المبكرة أصبح واضحا بأن لا أحد يكترث حتى بالديمقراطية الشكلية الذي قاموا ببنائها وصنعها منذ 2003. يعني كان هناك دائما يقال في المراكز الدراسات الدولية أن في العراق هناك ديمقراطية شكلية، ولكن هذه المرة هم أفرغوها حتى من الشكل، لم يعد هناك ديمقراطية، هناك حكم للسلاح، ومن يحمل يمتلك السلاح يستطيع أن يفرض وجهاته وأيضا يكسب ما يريد. اليوم هناك أزمة سياسية، أدخلوا البلاد مرة أخرى إلى أزمة سياسية نتيجة لعدم احترام صناديق الاقتراع وعدم احترام الانتخابات التي هم قاموا ببنائها. يعني سابقا على الرغم من التزويرات والتلاعب الذي حصل في الانتخابات المبكرة، إلا أنهم أيضا لم يحترموا هذه النتائج، أصبح الفائز يترك الساحة والخاسر يأتي ليشكل الحكومة لأنه يمتلك السلاح. اليوم نحن أمام مشهد معقد جدا، الجميع يركز على مصالحه في ظل غياب أي مؤسسة حيادية تستطيع أن تسير بالبلاد إلى بر الأمان. المشكلة الآن فشلوا حتى الآن. مؤسسة حيادية يعني مؤسسة الرئاسة مثلا، على سبيل المثال القضاء مثلا، القضاء مثلا نعم. أو المؤسسات الأخرى جميعها أصبحت جزء من هذا الصراع، كل طرف أصبح يقف مع طرف سياسي لتحقيق مصالحه الشخصية ثم الحزبية ثم الأجندة الخارجية نتيجة للتدخلات الإيرانية الموجودة. نتيجة لذلك لم يعد المواطن حتى يصدق هذه المؤسسات. الآن بعدما دخلوا في هذه الأزمة نرى أن التيار الصدري اليوم يطعن بالقضاء. يعني هم بعدما دخلوا في هذه الأزمة السياسية فيما بينهم يتهمون بعضهم البعض ويكشفون ملفاتهم ويكشفون أنهم لم يبنوا أي مؤسسة أو سلطة حقيقية، وبالتالي اليوم نحن أمام سلطة للأسف سلطة الميليشيات ومن يمتلك السلاح. ورأينا أن التيار الصدري عندما نجح في الدخول للمنطقة الخضراء ونجح اليوم مجددا في الدخول للبرلمان، نعم، لم يتعرض لهم القوات الأمنية لأنهم يمتلكون السلاح وذراع مسلح يحميهم، وإلا كانوا يتعرضون لهم كما حصل مع المتظاهرين. وأكثر من ذلك سيد محمد الحلبوسي قال اتركوهم ولا تتعرضوا لهم بأي شيء. يعني لا يمكن، نعم، لأي قوة أمنية أن تعرقل هؤلاء لأن تمام وراءهم جهة مسلحة يمتلك السلاح. نعم، للأسف. تمام. دعني أبقى عند النقطة التي أثرتها وهي أستاذ مجاهد الطائي معنا عبر الأقمار، مسألة عدم وجود مرجعية سياسية في البلاد، هذه المرجعية يرجع إليها الدستور، القضاء، المحكمة الاتحادية، أي مرجعية سواء قضائية أو سياسية غير موجودة في البلاد الآن، وبالتالي نحن أمام صراع بين ميليشيات وأحزاب، صراع محتدم ولا يستطيع أحد فيهم أن يحسم الأمر لصالحه حتى اللحظة، ولا توجد مؤسسات سواء في الرئاسة، في رئاسة الوزراء، في البرلمان وكذلك في القضاء قادرة بالفعل على ضبط هذا المشهد. ماذا بعد؟ ماذا يمكن أن نتوقع في حالة من الفوضى السياسية مثل التي يعيشها العراق؟ نعم، تحية لكم ولمشاهديكم ولضيوفكم الكرام. طبعا يعني منذ الأزمة ليست وليدة اليوم، طبعا الأزمة هي بدأت منذ عام
2005 والدستور والنظام السياسي وتأسيس هذا النظام وبناء هذه الأسس التي لم يحترمها أحد، يعني في جميع النظم السياسية في جميع دول العالم هناك طرف يعتبر طرف محايد يقوم ب يعني الجمع بين الفرقاء و يعني صياغة وتقديم حلول معينة ترضي جميع الأطراف، لكن في العراق جميع الأدوات وجميع المؤسسات وجميع يعني حتى القوى الاجتماعية، يعني القضاء، الدستور العراقي، حتى المرجعية الدينية، جميعهم أصبحوا طرف في المعادلة السياسية وأصبحوا أدوات بطريقة أو بأخرى تدعم هذا الطرف على حساب هذا. حتى المرجعية الدينية يعني اليوم تراجعت كثيرا عن إبداء أي موقف بسبب هذه الطبقة السياسية التي يعني استغلت الفتوى، خاصة فتوى الجهاد الكفائي، ويعني خطب مثل يعني عدم ترشيح المجربين إلى آخره. لذلك إلى الآن لا يوجد أي طرف وسيط من الممكن أن يجمع الفرقاء العراقيين. لذلك النظام السياسي جميع مؤسساته، جميع قواه السياسية والاجتماعية بما فيه العشائر، يعني شاهدنا قبل فترة هناك ربط ما بين الأحزاب والميليشيات واللجوء إلى العشائر، هناك ربط بالقاعدة الاجتماعية، سابقا كان هناك تواصل مع المرجعية من أجل ربطها أيضا بالقوى السياسية، المؤسسات، القضاء الذي هو يعتبر الفيصل بين هذه القوى أصبح أيضا أداة سياسية بيد هذا الطرف أو ذاك، وبالتالي جميع هذه المؤسسات الرصينة والمراكز القوى الاجتماعية التي من الممكن أن تلجأ إليها هذه الأطراف وقت الأزمة والخصام أصبحت جزء من الصراع كما تفضل ضيفك الكريم. لذلك المشهد معقد جدا، وجميع الخطوات التي من الممكن أن تؤدي إلى حل غير موجودة. سنأتي إلى موضوع الحل وربما في نهاية هذه المتابعة، لكن دعني أتوجه للأستاذ عبد القادر النايل بالسؤال التالي. سيد عبد القادر، أرحب بك مرة أخرى معنا عبر سكايب، وهذا بطبيعة الحال ما يمكن أن نلخصه في العبارة التالية: ما يجري اليوم هو ما صنعته يدا العملية السياسية منذ 2003 وحتى هذا اليوم، وكأنها وصفة سحرية لمزيد من الفوضى ومزيد من اقتسام كعكة البلاد ومزيد من التراجع على المستوى الدولي وعلى المستوى المحلي والإقليمي. إذا نحن أمام وصفة سحرية نجحت فيها الأطراف بشكل عام في تخريب البلاد، لكنهم حتى هم لا يستطيعون الخروج من هذا المأزق. تحية لك ولمشاهديكم الكرام ولضيوفك الأعزاء. من المعلوم تماما أن العملية السياسية هي عملية لم تصنع بأيادي عراقية وهي غير قابلة لأن تكون حلا نافعا للعراق، وبالتالي وصلت إلى طريق مسدود، ولذلك هي أفضل وصف لها هي وصف أنها غدة سرطانية أصابت العراقيين، وبالتالي هؤلاء هم جزء من تنفيذ مشروع التدمير، وهم أدخلوا أنفسهم مع صناعة المحتل بتقسيمات طائفية لا أصل لها ولا وجود لها ولا يمكن أن يكون لديها سند قانونيا. فهؤلاء دخلوا لأجل تدمير العراق في مشروع لم يكن ولم يستطيعوا أن يوجدوا أي من قواعد اللعبة فيه، ولذلك هي خاضعة لا زالت لهذه اللحظة للطرف الإقليمي والدولي، أي ما بين أمريكا وإيران بشكل واضح وصريح. لكن ما جرى الآن حقيقة من اقتحام للمنطقة الخضراء واعتصام أنصار الصدر داخل البرلمان يؤكد على أنه انتهاء صلاحية العملية السياسية، وهنا بعد انتهاء عملية صلاحياتها نحن نتوقع من أن تكون في بداية انهيارها، وبالتالي نعم ربما تطول، ربما يتدخل اللاعب الدولي والإقليمي لإطالة عمرها قليلا، لكنها وصلت إلى حقيقة إلى نهاية حتمية لا يمكن أن تستمر في التحكم برقاب العراقيين، لا سيما أن العراق يعيش مرحلة من الدمار الذي لم يشهدها بسبب تلك الأحزاب الفاسدة. نعم. التي تتحكم برقاب ومصير العراقيين. ومن جهة أخرى فإنه حقيقة ما فعله أنصار الصدر والصدر من اقتحام البرلمان هو إعطاء إشارة واضحة تماما أنه لم يستطع أن يشكل داخل البرلمان الكتلة المعارضة المعطلة، وبالتالي استخدم الشارع
لتعطيل عمل البرلمان، وهذه حقيقة يعني جعلته يمسح الأرض بكرامة الإطار التنسيقي، وبالتالي يجعلهم حقيقة يعني أضحوك أمام ما جرى من خلال استقوائهم في الفترة الماضية وتلويحهم بتشكيل الحكومة، وبالتالي أنهم انتصروا على الصدر بإخراجه من البرلمان واستقالة نوابه، وبالتالي أنهم أصبحوا أو عادت لديهم العملية السياسية، وبالتالي المالكي استطاع أن ينهي حتى خصومه المقربين للوصول إلى السلطة مرة ثانية حتى بترشيح أحد أدواته. لكن اليوم ما جرى حقيقة هو مسح لكرامة الإطار التنسيقي وتعطيل البرلمان باستخدام الشارع، وبالتالي ما نراه في هذه الدقائق من ازدحام للمسؤولين خصوصا في منطقة الحارثية والمناطق أو البيوت التي داخل المنطقة الخضراء للهرب والخروج من العراق دليل كامل على أنه وصلنا إلى مرحلة جديدة من أنواع الصراع الذي فجرتها هذه الأحداث. لكن حتى التيار الصدري أستاذ عبد القادر، وهذا السؤال موجه للسيد شاهو، حتى التيار الصدري لا نستطيع أن نقول أنه كان دائما حريصا على المصلحة الوطنية العراقية، لأنه هو الذي قضى على الحراك الشعبي في ثورة تشرين، والإطار التنسيقي في نفس الوقت الآن ممكن أن يفعل أي شيء لتحقيق مصلحته السياسية. إذن لا هذا يبحث عن مصلحة البلاد ولا ذاك يبحث عن مصلحة البلاد. كيف يمكن إذن أن يكون موقف الشارع العراقي الذي انتفض في تشرين قبل عامين؟ طبعا الشارع العراقي الذي انتفض في تشرين يرى أن هذا الصراع عبارة عن صراع سياسي، يعني مهما حاول التيار الصدري أن يكسب تعاطف الشارع العراقي عن طريق شعاراته بمكافحة الفساد بإنهاء المحاصصة، طبعا هذه الأمور يطلب بها الشارع العراقي، ولكنهم أيضا يطلبون بتغيير جذري، يطلبون بأنه مثلا شعار المجرب لا يجرب يطبق فعليا على الجميع، لأن التيار الصدري أيضا كان مشاركا خلال الأعوام الماضية في السلطة، وأيضا حتى اختيار عادل عبد المهدي إذا عدنا إلى الوراء كان بالتوافق بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وهادي العامري، يعني وصلوا إلى اختيار هذا الشخص الذي ذهب بالبلاد إلى حافة الانهيار. يعني هذه الأمور معروفة لدى العراقيين، ولكن على الأقل في الوقت الحالي يعني نحن نرى أن هناك صراع سياسي بين طرفين، طرف قد يكون لديه مطالب قد تتوافق مع ما يحلم به العراقيون حتى لو كان يعني شكليا، الآن تحجيم الميليشيات مثلا، السيطرة على السلاح المنفلت مثلا، إنهاء المحاصصة والتوافقية. من يعني سيفعل ذلك كله؟ هذه الشعارات أو هذه المطالب التي رفعها التيار الصدري خلال الفترة الماضية، والآن يبدو أنه يصعد يعني شروطه، لأنه يعني من الواضح أن الرهان أو تعويل الإطار على تراجع التيار الصدري كان خاطئا، يعني هم كانوا يشعرون أن انسحاب نواب الصدر 73 نائب من البرلمان سيفتح لهم المجال حتى يشكلوا الحكومة. اليوم عاد الصدر بجمهوره إلى البرلمان حتى يعطي رسالة واضحة بأن هذا البرلمان معطل، يعني لا يمكن لهذا البرلمان أن يعمل ما دام هو غير موجود، يعطي رسالة أخرى بأنه لن يسمح للإطار ليس فقط بتشكيل الحكومة أو ولا بأي يعني أن يسير بأي خطوة من الخطوات دون إذن التيار الصدري، وبالتالي أتوقع أنه يصعد من شروطه هذه. قد يساهم هذه الأمور في إضعاف الإطار التنسيقي الذي يجمع كافة الفصائل المقربة من إيران، يعني نحن قد نرى أن هناك إشارات إيجابية حتى في شعارات أنصار التيار الصدري خلال قبل يومين في داخل قبة البرلمان عندما كانوا يصيحون إيران برا برا، يعني هذه الإشارات قد تكون إشارات إيجابية، ولكن بالأخير بالمحصلة المهم أن يضعف أو يحجم هذه الأطراف المسلحة التي تستقوي بالسلاح، وخاصة جماعة الإطار التنسيقي، وكما تفضل الضيف الكريم أن خطوة اليوم أو دخول الجماهير الأنصار التيار الصدري إلى البرلمان وبهذه الصورة كانت ضربة كبيرة للإطار التنسيقي، كانوا يحرضون على أن عنف، وكانت تسريبات المالكي يقول أنا جاهز وسوف أدخل إلى النجف وأقوم بكذا وكذا، اليوم يدعو إلى التهدئة اليوم يدعو إلى التهدئة، يعني عادوا إلى الوراء وأدركوا أنهم لا يستطيعون أن يتقدموا أو يذهبوا إلى المواجهة، لأنهم يدركون أن الذهاب إلى المواجهة يعني خسارة المكاسب والامتيازات التي جمعوها منذ 2003. من المؤكد أنه المواطن العراقي يعني نظرة المواطن العراقي لا يستطيع أن يعول على هذا الصراع، يعني لا يستطيع أن يعول على هذا الصراع حتى يذهب بالبلاد. هل يستطيع في المقابل أن يكون فاعلا وله دور في 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 هذا الصراع، أم أن حالة الاستقطاب الموجودة بين هذه التيارات والحركات
يعني جعلت من الأمر صعبا. أغلب الأطراف التي شاركت في تشرين والتي كانت لها دورا فاعلا هي اختارت أن تقف على الحياد في وقت الحالي، لأنها تشعر أن حتى في حال انتصار مشروع الصدر قد لا يكون لهذه الأطراف دورا فاعلا، وهو بلا شك عنده مشروعه الخاص به، يعني مشروعه قد لا يتوافق مع مشروع الجماهير العراقية التي حلمت وحاولت أن تغير في تشرين وتم قمعها. يعني حينها وكان التيار الصدري جزءا من هذا القمع. وقتها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قال جرت إذن إعطاء إشارة للمتظاهرين، يعني هو كان يريد إرسال رسالة بأنه قام بتأديب المتظاهرين عندما قام بإخماد الحراك الشعبي، يعني هذا الأمر لا يستطيع المواطن العراقي أن ينساه أبدا. مهما رفعوا الآن شعارات لا يمكن نسيان هذه لذلك الحقبة. لذلك السؤال يدور الآن سيد مجاهد الطائي عن سيناريوهات هذه الأزمة، ما المتوقع خلال الأيام القادمة؟ هل ما يجمع أو ما يمكن أن يجمع هذه الأطراف أو هذين الطرفين أكبر مما يمكن أن يزيد من مساحة التفرقة ويزيد من مساحة الاختلاف والصراع، أم العكس هو الصحيح؟ طبعا يعني إلى الآن لا حلول في الأفق، يعني سواء تدخل يعني كوثراني أو تدخل قاآني أو تدخل قدمت المبادرات من عدد من الأطراف العراقية، قدمت مبادرة من الرئاسة، من القضاء، من بعض الأطراف التي تعتبر يعني قوة وسط بين القوى، جميع هذه المبادرات يعني باءت بالفشل. لا أحد يثق بأي أحد، عدم الثقة هو سيد الموقف. لا يعني عدم وجود الحل يعني هو مسيطر على هذه العملية السياسية وهذا النظام السياسي. لذلك تجد أن حتى دور قاآني عندما يعني الآن هو متواجد في العراق، دوره مقتصر على يعني تحجيم هذا الصراع وعدم تطوره إلى يعني سياقات غير سلمية، وهذا الأمر يعني ليس حلا، إنما هو فقط حصر للمشكلة وغياب المبادرات الإيرانية. يعني في السابق كان قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس يقدمون حلول ومبادرات ويجبرون هذه القوة على الطاعة. اليوم قاآني في العراق ويصدر بيان من الإطار التنسيقي يعتبر تصعيدي، ثم تبدأ جميع قوى الإطار التنسيقي بإصدار بيانات منفردة يعني تعاكس ما صدر من يعني بيان هو يعتبر مجموع قوى الإطار، ثم يصدر بيان آخر يدعو لتأجيل النزول للشارع. فهنا هنا تعكس هذه الصورة حجم الأزمة داخل الإطار التنسيقي. قاآني موجود في العراق ومع ذلك هناك تمرد على القرارات الإيرانية. لذلك جميع هذه المبادرات التي تقدم، جميع الضغط الإيراني الذي يجبر هذه الأطراف على عدم التصعيد، هو حلول مؤقتة، تحجيم للصراع وتأجيل لهذا الصدام الذي سيحدث مستقبلا حتما، فيما لو تغيرت أي معطيات تكسر هذا الطرف على حساب ذاك. هذه الكلمة تستحق أن نتوقف عندها قليلا أستاذ عبد القادر، كلمة تأجيل هذا الصراع أو يعني تجميده إنجاز التعبير والانتقال إلى مرحلة ثم تكتشف الأطراف أن هناك ما يفرقها وما تختلف عليه، هذا يثير سؤال حول الدور الإيراني الحقيقي طبعا والجوهري في العراق، والذي استمر لسنوات طويلة واستنزف البلاد واستنزف العباد. هل ما تزال القبضة الإيرانية قادرة أو محكمة بالطريقة التي كانت عليه قبل سنوات عديدة؟ من المؤكد الناظر لحقيقة الصراع الحالي بين شركاء العملية السياسية دون أن نستدعي ما يفعله الصدر أو التيار الصدري سابقا، يؤكد أننا لابد أن نحصر ما يجري على أرض الواقع، لأنه ما يجري ليس بين الشعب وبين الأطراف السياسية، إنما ما يجري بين الأطراف السياسية وصلت المرحلة ما بينهم إلى حقيقة منافسة صفرية. يعلم الصدر وأتباعه تراجعهم عن العمل السياسي أو على عدم استحواذهم على الحكومة الحالية، وهم يريدون حقيقة الذهاب باتجاه حل البرلمان وإبقاء حكومة الكاظمي، ولا سيما هم يسيطرون عليها وقد أقروا لها ميزانية الأمن الغذائي، أي بما معنى أن الميزانية المالية تحت أيديهم موجودة. هذا يؤكد تماما على أنهم يعلمون تماما تسلم الإطار
الحكومة القادمة وتشكيل وإعادة انتعاش المالكي وأذرعه في الدولة العميقة ومن بعدهم إيران سينهي التيار الصدري بالمطلق. ولذلك عندما نشهد العبارات التي أطلقها عمار الحكيم في يوم الجمعة بعد أن استطاع أن يجمع عدة مئات من الشخصيات عبر إعطاء مبالغ مالية ووجبة غداء حقيقة، وهم لا يمتلكون حتى لماذا أجل الإطار التنسيقي عملية التظاهرات؟ لأنهم لا يمتلكون زخما جماهيريا، وحتى الشارع الجنوبي هو يلفظهم، هم يمتلكون موظفون وميليشيات كانوا قد قبل استطاعوا أن ينزلوا من مكاتبهم ليتظاهروا داخل المنطقة الخضراء على النتائج، ومن ثم أعداد قليلة. لذلك حقيقة التيار الصدري يعلم إذا تسلم الإطار التنسيقي فإنه سيتم إنهاء الصدر. الصدر طامح لعدة أمور، وهي أيضا ربما مناكفة لوصوله، وهو ليس أن يخرج من العباءة الإيرانية، لكن هو يريد الوصول إلى الاستحواذ على الملف الديني والملف السياسي، ولا سيما باسم الشيعة في العراق. وبالتالي هو يمتلك إرثا لأن والده كان مرجع للنجف، ولذلك هو يطمح أن يكون هو المرجعية القادمة في النجف. هذا من جهة دينية، ومن جهة سياسية هو يريد أن يسيطر على مجمل العملية السياسية لأنه يمتلك قاعدة جماهيرية داخل العراق. وهؤلاء الذين يتقون في إيران لا يمتلكون. هل معنى تراجع الهيمنة الإيرانية أو إحكام القبضة الإيرانية على البلاد، أم ماذا بالضبط؟ كيف تفسره إذا حصل؟ هذا يريد من الصدر حقيقة أن يفرض نفسه بهذا الإطار ثم ينسق مع إيران، وبالتالي هو لا يخرج عن هذه العباءة. لكن القبضة الإيرانية حقيقة الآن لا تستطيع المسك بجميع المتناقضات، لأنه كما أسلفت لك القضية بين الإطار والمالكي ودولته العميقة والتيار الصدري هي منافسة صفرية، أحدهما يريد إلغاء الآخر، ولا سيما إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار الاغتيالات الماضية. واليوم قد وجدنا أنه بعد أن استطاعت ميليشيات سرايا السلام القبض على بعض مطلقي النار باتجاه المتظاهرين، وجدوا أنهم من أمن الحشد، وبالتالي استهداف أمن الحشد للمتظاهرين داخل المنطقة الخضراء، ولا سيما الصور التي رفعها بعض أنصار الصدر لمجموعة يمنيين من الحوثيين يعتلون بعض المباني. إذا نتكلم عن منظومة إيران العسكرية التي تريد اقتلاع الصدر، ولذلك هنا الصدر يريد إحداث نوع جديد من المعادلة، وهو فرض أولا نفسه ثم بعد ذلك إيران ستضطر للتعامل معه. وأما الهيمنة الإيرانية فالهيمنة الإيرانية ممتدة، وقد اعترف الصدر بذلك، أو وزير الصدر قال في الأنبار توجد هناك، ولا أريد أن أحدثكم عن قاسم مصلح، واعترف حتى بالأسماء الذي يعني تحكم قبضتها على الأنبار مثلا، وعلى بعض الملفات وعلى الحدود العراقية. لذلك حقيقة الملف الإيراني لا زال قويا في العراق، لكن هذه القوة حقيقة يمكن للشعب العراقي إذا ما رأى نتائج ملموسة يمكن أن يقلب الطاولة مرة ثانية للعراقيين، يقولون نعم ويتابعون ولديهم كلمة. لا شك للحديث بقية السيد عبد القادر والسادة ضيوف الكرام بعد مشاهدة هذا الفيديو الذي يتحدث عن فشل السياسيين في إدارة البلاد، فإلى هناك.
تحية طيبة لكم من جديد أعزائنا المشاهدين، وأهلا بكم إلى هذه المتابعة الإخبارية المتواصلة لما يجري في بغداد وفي المنطقة الخضراء من اقتحام للبرلمان وصراع سياسي محتدم بين الأطراف السياسية المختلفة. ونناقش هذا المشهد بطبيعة الحال مع ضيوفنا الكرام في الأستوديو. معي السيد شاهو القراداغي، مرحبا بك سيد شاهو مرة جديدة، كما أرحب بضيفي الكريمين عبر الأقمار الأستاذ مجاهد الطائي والسيد عبد القادر النايل عبر سكايب. سيد شاهو، لا شك أن هذه العملية منذ أن بدأت العملية السياسية كانت تحمل عوامل فنائها، وكانت عملية يعني كأنها جنين مشوه، لكنهم استمروا في عملهم لأسباب كثيرة حتى هذه اللحظة، والبلاد مرت في أزمات متعددة عكست بأن هذا المخلوق المشوه غير قادر في الحقيقة على أن يدير نفسه ويدير البلاد، والمشاكل التي بدأت تظهر وهذه الأزمات التي بدأت تظهر الآن تدلل بأنها ربما تحمل بذور فنائها بالفعل، ولكن لا أحد يعرف ما العوامل التي يمكن أن تساعد على ذلك. هل ثمت من هو معني بإنهاء هذه العملية بشكل أو بآخر؟ أو بحرف مساراتها مثلا من المجتمع الدولي، من الأمريكان، من غيرهم؟ طبعا لولا الدعم الدولي الكبير للحكومة العراقية والنظام العراقي لما استطاع أن يستمر بعد أحداث تشرين، يعني لأنها كانت زخما قويا وشارك فيه جميع شرائح المجتمع، وكان هناك نية حقيقية للتغيير ولكن لم يسمحوا حتى لا يخرج اللعبة من بين أيديهم. طبعا في الدول المحترمة دائما هناك خطط لخمس سنوات، عشر سنوات، عشرين سنة، أكثر، مئة سنة، دائما يفكرون في الأجيال القادمة، دائما يشكلون صناديق لإدخار الأموال لضمان مستقبل الأجيال القادمة. إلا في العراق ليس مضمونا بعد ساعة ماذا سيحصل، هل يدخل البلد في أزمة أخرى، هل يدخل البلد في صراع مسلح بين هذه الأطراف التي تحمل السلاح، أكثر من 80 ميليشيا، يعني الأمور دائما ضبابية. وليس فقط مشكلة الأمن والاستقرار، يعني الآن عندما يعني يشعر المواطن بأزمة مياه وكهرباء وطرق ومواصلات وبنى تحتية وأزمة اقتصادية وأزمة سياسية وأزمة اجتماعية، يعني لا يوجد أزمة لا يشعر بها المواطن، جميع الأزمات موجودة على الساحة العراقية، وبالتالي يشعر المواطن أن فعلا من يحكم لا يحكم لبناء دولة أو للاستمرار، من يحكم يفكر بأنه في وظيفة مؤقتة، يفكر بأخذ أكثر الأموال والمناصب والمكاسب لأنه في مكان مؤقت قد يذهب في أي لحظة، حتى أنهم يمتلكون يعني جناسي مزدوجة، وحتى يكون لوقت الضرورة فورا يذهبون ويخرجون من البلاد، يعني كما قالوا أن المسؤول العراقي يذهب للسياحة إلى الخارج وللعلاج إلى الخارج وللدراسة إلى الخارج، فقط للسرقة يبقى في الداخل. نعم. يعني هذه المقولة تنطبق عليهم، للأسف هم لم يفكروا في بناء دولة، والمؤسسات الهشة التي نراها اليوم، لماذا العراق أصبح في ذيل القوائم الدولية؟ يعني أي قائمة تريد من التلوث البيئي، من الفساد، من التراجع الحريات الصحفية، كل القوائم ترى أن العراق ينافس أما الصومال أما سوريا أو أما الدول الفاشلة والهشة الموجودة أخرى في القائمة. هذا الأمر يدل على عقلية السياسي أو صانع القرار في العراق. نعم. لماذا تسريبات المالكي لم يكن مفاجئا أو غريبا بالنسبة للعراقيين؟ لأنهم يدركون أن هذه العقلية التي حكمت خلال ثمان سنوات وذهبت بالبلاد إلى المجهول وأدت إلى نشوء تنظيمات متطرفة ودخول انهيار محافظات كاملة، من الطبيعي أن يفكر بهذه الطريقة، من الطبيعي أن يفكر فقط في السلاح وإخصاء الآخرين، من الطبيعي أنه لم يتعلم من هذه التجربة. يعني نحن حتى قبل فترة كان العراقيين يعولون أن السياسي العراقي قد يفكر أو قد يعني يتعلم من التجارب الماضية، للأسف لم يتعلموا من 19 سنة من الأخطاء، يعني ولا يريدون أن يتعلموا. واليوم إذا لم يكن هناك، يعني هناك فعلا إرادة حقيقية عراقية، وأيضا هناك إدراك عراقي بأن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، يعني لا يوجد أسس للدولة، حتى لو دولة فاشلة يعني لا يوجد. نعم. أي شيء. نعم. يوجد فقط مجموعة من الأسلحة، مجموعة من الميليشيات لديهم غطاء ديمقراطي شكلي ومحتواه عبارة عن عصابات ومافيا وميليشيات. هذا الغطاء الديمقراطي الشكلي أستاذ شاهو هو في الحقيقة سيد مجاهد عبارة عن يعني أشبه ما يكون بالديكور، يعني هناك رئيس، هناك
رئيس وزراء، هناك رئيس مجلس، رئيس برلمان، وهذه تقسيمة يعني تقسيمة طائفية في الأساس، ولا أحد من هذه من هؤلاء الرؤساء يستطيع أن يحرك ساكنا أو يرفع ورقة من مكتبه، هناك من يتحكم بالمشهد من الخلف، ومع ذلك تستمر الأزمات بهذه الطريقة. ماذا بعد؟ يعني هل سيبقى الوضع على ما هو عليه بهذه الطريقة بعد كل هذه الأزمات؟ نعم طبعا، يعني الصراع الحالي هو صراع في الحقيقة يعني صراع شيعي شيعي بالدرجة الأساس، يعني بعدما ضعف الكرد بالاستفتاء وضعف القوى السنية بعد داعش، الآن بدأت القوى الشيعية تشعر بأن مشروع الصدر الخطر الأكبر عليها بعد كثير من الشماعات كالبعث وداعش والانفصال والتقسيم إلى آخره. لذلك هذه القوى الآن تشعر أن الصدر من خلال مشروعه هو الخطر الأكبر عليها، لذلك تجدهم جميعا يتحالفون ويجلسون من أجل مواجهة التيار الصدري. التيار الصدري لم يكن يعني يريد خطر كبير مثل ما هم يتصورون، أو لم يعني يطمح لتغييرات كبيرة، وإنما هو يريد قيادة الدفة الشيعية بداية، ثم قيادة الدفة العراقية ثانيا. هو يريد أن يؤسس مرجعية سياسية من خلال السيطرة على كثير من مفاصل الدولة في سياق صراع القوى والنفوذ، وبالتالي ستؤهله لاختيار أو المساهمة والتأثير في اختيار المرجع الديني القادم. هناك صراع خفي بين قم والنجف والمرجعية العربية والمرجعية الفارسية، لذلك هذه الأطراف التي لا تقلد المراجع العربية ترى في الصدر خطر، لأن الصدر يرى أن جميع القوى الشيعية الموجودة في الساحة إما متأثرة بالإرث الديني لعائلته الصدر الأب، أو خرجت في سياق يعني الحراك ما بعد عام 2003 ومظلة جيش المهدي التي خرجت منها الكثير من الميليشيات والكثير من القوى السياسية. لذلك الصدر يشعر أن جميع هؤلاء ينافسوه على إرث التيار الصدري، إرث الصدر الأب. لذلك بدأ في مساعي كثيرة يعني كالبنيان المرصوص وتشكيل تطبيق مثلا التيار في الانتخابات لحصر مقلدي الصدر وربطهم ب يعني مشروع الصدر والتيار الصدري الحالي كتنظيم سياسي نتحدث. نعم. لذلك هذا الخطر يعني تشعر هذه القوى أنه يستهدفها بطريقة أو بأخرى، لذلك أي حلول في الأفق معدومة. لذلك جميع القوى فقط تؤجل مرحلة الصراع إلى مراحل أخرى أو أوقات أخرى. إيران غير متفرغة لصراعات ما بين أطراف محلية، الجو الإقليمي جو هادئ، هناك مصالحات إقليمية عديدة لا ترغب بتغذية الصراعات الداخلية. حتى إيران يعني كان في فترة من الفترات العراق وأمن العراق عبارة عن ورقة تفاوضية في ملف إيران النووي. نعم. اليوم استقرار العراق جزء أساسي من سياق المفاوضات النووية وجزء أساسي من سياق المفاوضات مع المملكة العربية السعودية. لذلك إيران تضغط على هذه القوى من أجل منع التصعيد ومنع يعني تطور الأمور إلى صدام مسلح، لكن إلى الآن إيران لم تدخل بكل ثقلها، هي تريد المحافظة على مصالحها، المحافظة على الوضع الراهن، إيجاد حلول سلمية بعيدا عن العنف، لكن جميع قوى الإطار هي تمتلك خلفيات ميليشيات أو خلفيات فكرية عقائدية، لذلك لا تمتلك مبادرات سياسية ودبلوماسية حقيقية، وجميع الحلول المطروحة أو التي تفكر فيها حلول إما تكرار الفشل بحكومات المحاصصة والتوافق أو الذهاب للصدام المسلح. مع أن الهادي العامري وعمار الحكيم وكذلك العبادي دعوا إلى التهدئة، هل يعني ذلك أستاذ عبد القادر انقساما في الموقف داخل الإطار التنسيقي؟ والشق الآخر من السؤال إن سمحت لي، هل تتوقع بالفعل أن يعني يقوم المالكي
موضوع الشارع مقابل الشارع، وأن يكون هناك التقاء للجماهير من الطرفين في الميدان؟ أولا دعني أقول لك أن الإطار التنسيقي انقسم على نفسه ليس من هذه اللحظة، هو استطاع أن يجمع المالكي هذا الإطار لمواجهة التيار الصدري، وهؤلاء فقدوا الكثير من امتيازاتهم ويعلمون تماما لا وجود الامتيازات السياسية بوجود التيار الصدري، لذلك كانت المصلحة والتوجيه الإيراني هو عملية ترويض الصدر وإعادته إلى الحلبة، لكن هم فشلوا بذلك، فلذلك الانقسام حاصل عندما استطاع المالكي ومن معه من الميليشيات التي كونها سواء العصائب، النجباء، غيرهم، سيد الشهداء، حزب الله، هؤلاء مع المالكي استطاع أن يلوي بعض أعناق الإطار التنسيقي كهادي العامري الذي قبل الصدر في ترشيحه رئيسا للوزراء، لكن المالكي أخرج له ملفات كثيرة منها ملفات الفضائيين في فيلق بدر أو ميليشيات بدر الذي يأخذ رواتبهم من دون وجود أسماء وهمية، وبالتالي أيضا بعض الملفات الأخرى التي تتعلق بالاغتيالات وانتهاكات حقوق الإنسان، لأن معلوم ميليشيات بدر استطاعت أن تنفذ اغتيالات كبيرة في الطيارين والضباط والعلماء، هذه الأوراق استطاع المالكي أن يجبر رغم أنفه هادي العامري أن ينسحب من مسابقة ترشحه لرئاسة الوزراء حتى يبقى المالكي هو المتسيد والمرشح الوحيد للإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء، طبعا يدعمه بعض الميليشيات القتلة المسلحة معه الذي استطاع هو أن يشقها أو أن يأخذها ويبنيها من المال العراقي من التيار الصدري، لذلك البيانات التي صدرت اليوم من خلال ردهم على البيان الذي كتبه نور المالكي واضحة تماما بهذا الانقسام، وستشهد تفككا واضحا بالأيام القادمة، لأن الصدر يستهدف المالكي ومن معه من الميليشيات التي انشقت منه والمالكي بناها، لأن هؤلاء حقيقة يعمدون على اغتيالات وقد قتلوا من أتباع الصدر في عدة حالات، ومن الاعترافات والتسريبات لنور المالكي الذي اعترف بأن العصائب استطاعت أن تؤدب الصدر باغتيالات من قياداته إلا هو دليل واضح تماما على أن هؤلاء حقيقة يبحثون عن قتل ووأد جماعة الصدر والصدر بما فيه نفسه، ولذلك تحدث الصدر مرارا على أنه ربما يقتال لأنه يعلم أن المالكي يخطط لذلك، بهذا حقيقة تنكشف هو كبير داخل الإطار التنسيقي بين أطرافه، ولا سيما أن المالكي قد اتهم الصدر بأنه عميل للكيان الصهيوني إسرائيل، وبالتالي أيضا خلال اعترافاته بالتسريبات، وأن هناك توجيها من مسعود البرزاني له، هذا بحد ذاته هو هدر لدم الصدر داخل هذه الميليشيات التي يدعمها المالكي وميليشيات تكفيرية، لذلك حقيقة الانقسام موجود. أما الشارع لا يوجد ولا يؤيد الخروج مع الإطار التنسيقي جملة وتفصيلا، الإطار التنسيقي إطار مجرم والمالكي هل مجرم بحد ذاته. هل تعني أن المالكي أو الإطار لن يستطيع أن يجيش شارعه مقابل جماهير التيار الصدري؟ بالمطلق هؤلاء لا يمتلكون أصلا قاعدة جماهيرية حتى يجيشون، هؤلاء يمتلكون موظفين من الميليشيات يهددونهم بقطع رواتبهم من أجل الخروج أو النزول، ربما سينزل بعض العشرات أو المئات من هؤلاء الموظفين لهذه الميليشيات خوفا على رواتبهم بمناطق محددة بعيدة عن الاحتكاك، لكن هناك قوة عسكرية موجودة عند تلك الميليشيات ستستخدم السلاح عاجلا أم آجلا، والمالكي اليوم خطابه التوددي الذي يشعر بأنه يريد الرجوع إلى التهدئة هو خطاب من أجل التمسكن حتى يتمكن، وبالتالي هو يخطط لعمليات وإد، وإذا تراجع الصدر عن تظاهراته وإذا أفرغ البرلمان وذهبوا باتجاه تشكيل حكومة من الإطار التنسيقي، فإن هذا يعني قد أن الصدر ذهب باتجاه ذبح نفسه بنفسه من خلال أنه سيتراجع وتتراجع الهبة الشعبية، وبالتالي سيستخدم المالكي ليس سياسة التظاهرات أو سياسة الشارع وجها لوجه، إنما سيستخدم لغة الاغتيالات التي تعود عليها والذي بنى هذه الميليشيات عليها وقد نفذت فيما مضى بهذا الإطار، وبالتالي ستكون اغتيالات واسعة. سيد عبد القادر أشكرك، وصلت الفكرة في هذا الموضوع. أستاذ شاهو، إذا نحن أمام سيناريوهات صعبة ومعقدة، وربما الساعات القادمة والأيام القادمة تكشف عما هو يعني خفي، لكن حتى الآن لا يبدو أن هناك يعني أفق لحل هذه الأزمة، هي تشتد ويعني تستمر في التعقيد.
خاصة أن الأطراف كلها ما زالت مصرة على مواقفها، التيار الصدري مصر على موقفه، الإطار التنسيقي مصر على موقفه، وبالتالي الجميع متشبث في 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 موقفه. أنت ماذا تعتقد في هذا الشأن؟ يعني ما هو السيناريو الأقرب للحدوث في المرحلة القادمة؟ هل يمكن أن يتراجع الصدر خطوة وبالتالي كأنه يطلق النار على نفسه كما تفضل أستاذ عبد القادر، أم أن يتراجع الإطار التنسيق خطوة، أم أن تدخل إيران بثقل أكبر وبالتالي تستطيع أن تفرض حلاً ما وسطاً على جميع هذه الأطراف؟ طبعاً بداية هناك أسباب لذهاب الأمور نحو هذا الاضطراب وهذا التوتر، من يعني هناك عدة أسباب، من أبرزها أن الحضور الإيراني لم يعد كما كان في السابق، يعني شخصية قاسم سليماني لم يعد موجودة على الساحة العراقية، إسماعيل قاني لم يعد يستطيع أن يمسك بزمام المبادرة كما كان يفعل. إيران لها مصلحة استراتيجية في البلاد تماما، يعني ولكن لم يعد التأثير المباشر تقصد؟ نعم انخفضت، تراجعت هذا النفوذ. الأمر الثاني غياب يعني أزمة الثقة بين هذه الأطراف، يعني ليست فقط بين الصدر والإطار، بين الإطار والتيار، حتى داخل الإطار الآن هناك أزمة ثقة بين الطرفين. يعني البيانات المزدوجة التي خرجت منذ اليوم، منذ صباح اليوم، هناك بيانات متضاربة داخل الإطار، جزء منهم يدعو إلى الحوار، جزء منهم يدعو إلى الخروج الجماهير للشارع ومواجهة الصدر، وهذا يعني أن حتى داخل الإطار هناك صراع، وبالتالي هذا يصعب عملية التفاوض أو الجلوس مع التيار الصدري والوصول إلى اتفاق ينهي هذه الأزمة الموجودة. طبعا السيناريوهات كلها مفتوحة، يعني لا نستطيع أن نقول أن الأمور لا تذهب إلى صراع مسلح، لأن الطرفان لديهم أذرع مسلحة ومن الممكن استخدامه، وبالتالي نحن دائما، لماذا دائما سابقا كنا نقول أنه يجب على الطرف السياسي أن لا يمتلك ذراع مسلح حتى لا يستخدمه عند تصفية الحسابات السياسية؟ يعني لو كان هناك مؤسسات قانونية لكان الحل سهلا ويذهب بالإطار القانوني أو القضائي أو أي معالجة أخرى، ولكن للأسف اليوم من الممكن لأي طرف من هذه الأطراف أن يلجأ للسلاح لتصفية الحسابات السياسية. الأمر الآخر، أنا لا أتوقع أن يعني من المتوقع أن يتراجع الإطار كثيرا، يعني لأنه الآن الصدر هو في موضع القوة، الآن الصدر الاستعراض الذي قام به وحركة اليوم للمتظاهرين والالتزام الكامل، يعني هذا الأمر غائب عن الأطراف السياسية الأخرى، وأيضا الإطار لا يستطيع، يعني إذا تذكرنا، إذا عدنا للوراء، الاعتصام الذي قام به الإطار بعد إعلان نتائج الانتخابات، قاموا باعتصام أمام الخضراء وحاولوا أن يرسلوا رسالة لم يدم طويلا، وجميعهم كانوا من ضمن الميليشيات المسلحة، يعني من الكتائب، من العصائب، من سيد الشهداء، واجتمعوا لفترة محددة، لم يستمر اجتماعهم لأنه كانوا ضمن تشكيلات مسلحة، وأيضا لم يكن لديهم يعني هدف أو غاية عليا، وبالتالي انتهى الأمر، لم يصلوا إلى النتائج المرجوة. أما بعكس التيار الصدري الذي يستطيع أن يجمع هذه الأعداد الهائلة وبانضباط تام، يعني الذهاب نحو مجلس القضاء، يذهبون إلى مجلس القضاء لتشكيل ضغط على مجلس القضاء، يرجع العودة إلى البرلمان، الذهاب إلى منطقة أخرى، هذا الانضباط والالتزام يعني للصدر يكفيه 73 مقعد برلماني، يعني هذا الانضباط وهذا الجمهور الذي يستخدمه الصدر أقوى من مقاعده البرلمانية، وبالتالي من الممكن، هذا الانضباط يؤدي إلى الفوضى تماما، من الممكن أن يعول عليه لتشكيل ضغط أكبر على الإطار التنسيقي. يعني أنا أتوقع أن الإطار التنسيقي الآن في محل ضعف وليس في محل قوة، وخاصة أنها أخطأت في حساباته وظنت أن الصدر من الممكن أن يتراجع، ولكن الصدر يشعر، يعني يشعر نوعا ما بالإهانة، هو فاز في الانتخابات وحصل ولم يسمح له بتشكيل حكومة، وأيضا المؤسسة القضائية التي من المعتبر أنها محايدة ذهبت باتجاه الآخر، يعني دخلت في الأزمة، وهو الآن يريد أن يعيد ترتيب الأمور. يعني هدف الصدر الآن في هذه المرحلة أنا أتوقع ليس فقط تغيير محمد شياع السوداني، يعني هذا الأمر أصبح من الماضي، ليست مشكلة مرشح، مشكلة مرشح أصبح من الماضي، لم يعد مشكلة الصدر الآن مجرد تغيير اسم مرشح، لا، بل هو يريد إعادة ترتيب الأمور بصورة لا يسمح للإطار مجددا بأن يعرقلوا هذا المشروع الذي يريد أن يتبناه مع حلفائه السنة والأكراد. وهذا ما لا يبدو سهلا أستاذ ما مجاهد، يعني إعادة ترتيب الأوراق، صحيح أن الصدر كما تفضل ضيفي يبدو في موقف قوة، لكن الأطراف الأخرى لن تسمح له بفعل ما يريد. مرة أخرى، هل يمكن أن تلتقي هذه الأطراف على نقطة ما؟
طبعا يعني التيار الصدري منذ إعلان نتائج الانتخابات والبدء في مفاوضات تشكيل الحكومة لم يعني يقدم حلا واحدا ومبادرة واحدة، يعني قدم عدد من المبادرات، قال إنما يعني نشكل نحن الحكومة وأنتم معارضة، أو أنتم تشكلون الحكومة ونحن نبقى في المعارضة، ولاحقا قدم مبادرات أخرى توافقية سميت بالتوافقية الضيقة وليس الواسعة، بمعنى عدم مشاركة الجميع. كان يقصد من ذلك بالتوافقية الضيقة هو إشراك قوى شيعية لكن من دون المالكي الذي يعتبر يعني نواة والعمود الفقري لقوى الإطار. الحل الذي يرغب به الصدر إلى الآن هو إقصاء نوري المالكي من الإطار ومن المشهد السياسي، لأنه يعتقد أن يعني قوة الإطار التنسيقي ويعني العقبة الأساسية في أي حل ممكن أن يحدث هو دولة القانون ونوري المالكي، لذلك هو يسعى لتقديم نوري المالكي ك يعني كرجل مدان ويجب على القضاء محاسبته، لذلك تجد أنه يطالب القضاء هناك. هنا يضع نوري المالكي أمام القضاء، والقضاء هو حليف الإطار، يعني هناك عدد كبير من القرارات التي صدرت سابقا جميعها صبت في صالح الإطار التنسيقي، لذلك هناك نوع من التفاهمات بين القضاء و طيب سيد مجاهد، انا اعتذر جدا لمقاطعتك، بقي دقيقه واحده اتوجه بها للاستاذ عبد القادر حتى نكون عادلين في توزيع الوقت. استاذ عبد القادر، باختصار شديد، هذه فرصه اخيره امام المالكي كما تفضل ضيفي الان من اسطنبول، ويبدو انها يعني ان صح التعبير كسر عظم، يعني امام مرحله كسر عظم، ما هي توقعاتك في هذا الموضوع لو سمحت؟ التوقعات أن الصدر لن يتراجع عن إما وضع المالكي في السجن أو الذهاب إلى التصفية الشعبية، ولذلك حقيقة الشارع ينتقد التيار الصدري بقائه في البرلمان. المفروض على المتظاهرين أن يذهبون للاعتصام داخل المنازل في المنطقة الخضراء المؤكد من ضمنهم منزل المالكي، والمؤكد على أن هؤلاء المنازل ممن ساهم بقتل أتباعهم أتباع التيار الصدري. لذلك أنا أتوقع المرحلة القادمة هو ذهاب باتجاه أعلى من التصعيد ضد المالكي، ولذلك رفعت اللافتات داخل مجلس النواب وعليها شعارات إعدام المالكي، ولذلك محاصرة القضاء ليست فقط لإنحيازه للإطار التنسيقي إنما للمطالبة والضغط عليه لإصدار أمر اعتقال المالكي بعد التسريبات والاعترافات. أشكرك جزيلا السيد عبد القادر النايل الباحث والكاتب السياسي، شكرا لك، شكرا لضيفي من اسطنبول عبر الأقمار الأستاذ مجاهد الطائي، وشكر موصول بكل تأكيد للأستاذ شهر القرداغي، شكرا لكم جميعا، كنتم معنا في هذه المتابعة المستمرة، شكرا لكم أعزائنا المشاهدين على طيب المتابعة، في أمان الله.